بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي لكم جميعا، أنا فراس الطراونة، طالب طب في سنة الرابعة، راح أكون معكم في شرح مادة الميتابوليزم لطلاب سنة ثانية. بسم الله، خلينا نبدأ. نبدأ في أولى مواضيع المادة اللي هو البيو انرجيتكس. قبل ما ندخل في أي تفاصيل، خلينا نحكي شوي عن العنوان، نفهم شو بدنا ندرس لقدام. البيو انرجيتكس تعريفها هي دراسة تنقل الطاقة في نظام الحي. كيف يعني تنقل الطاقة في نظام الحي؟ أعطيك مثال بسيط راح يشرح لك القصة هاي كلها. مثلا النبتة تستمد طاقتها من الشمس عن طريق البناء الضوئي، فتنمو وتصنع السكريات داخلها عن طريق إيش؟ من البناء الضوئي اللي أخذته من الشمس. فخلينا نحكي إنه النبتة كبرت وأثمرت طلعت لنا تفاحة. التفاحة هاي جواها سكر اللي انصنع من البناء الضوئي. فبيجي الإنسان مثلا بأخذ التفاحة هاي وبأكلها. هسا جسم الإنسان بيهضم التفاحة للسكريات الجلوكوز. الجلوكوز بيمسكه جسم الإنسان وبيحطمه وبيصنع منه ATP اللي في الأخير بيصنع منها طاقة. فشوف كيف الطاقة انتقلت من الشمس للنبتة للسكر لجسم الإنسان لـ ATP لما جسم الإنسان استخدمها في نمو جسمه وحركته وصناعة المركبات داخل جسمه. هذا هو تعريف البيو انرجيتكس بشكل عام. ولكن احنا راح نتطرق في مادتنا الميتابوليزم عن البيو انرجيتكس في اطار جسم الانسان. طيب خلينا نبدا في الماده. بالبدايه بحكي لك انه اي تفاعل كيميائي عندنا في متفاعلات وفي نواتج بده يكون عندنا تغير في الطاقه، سواء قلت عندنا طاقه المتفاعلات او زادت عندنا طاقه النواتج او العكس. وبيحكي انه العلماء درسوا هذا التغير عن طريق تو بيرسبكتيفز، الاول ثيرمودينامكس والثاني كاينتكس. الثيرموداينامكس بحكي لك it deals with the change in energy between products and reactants regardless of the mechanism of the reaction. بحكي لك انه هي تدرس الطاقة between المتفاعلات والنواتج بغض النظر عن الخطوات اللي صارت. يعني خلص انا عندي مثلا H2O تحول لهيدروجين and oxygen بغض النظر كيف صار التفاعل، بس انا بدي ادرس الطاقة هان كيف كانت والطاقة هان كيف صارت، زادت قلت. هذا هو اللي راح نحكي عنه اصلا في المحاضرة اللي قدام. نيجي على البرسبكتيف الثاني اللي هو الكاينتكس، من اسمه شيء عن الموشن عن الحركة. فبقول لك في الكاينتكس انا شو بدرس يا عمي؟ انا بدرس الستبس اوف ذا رياكشن، الريت اوف ذا رياكشن، سرعة التفاعل، خطوات التفاعل، كيف صار التفاعل بالضبط، كان عندي انترميديتس في التفاعل، كان عندي ترانزيشن ستيتس. هذا هو اللي بدرسه في الكاينتكس، كيف حدث التفاعل بالتفصيل. على عكس الثيرمودينامكس اللي حكينا بس بهمنا طاقة المتفاعلات وطاقة النواتج، عارف شو صار في التغير بينهم. طيب نيجي هسه على تعريف الانرجي بشكل عام. بقول لك ايش تعريف الانرجي؟ بقول لك هي capacity to perform work، هي الاشي اللي بخليك اصلا انك تعمل شغل معين. مثلا ايدك ما تقدر تحركها الا لما تستعمل طاقة، جسمك ما بقدر يعمل تفاعل مثلا او يصنع مركب بروتين الا يستعمل فيه طاقة. فبشكل عام هذا هو تعريف الطاقة، الاشي اللي بخليك to perform work. طيب ليش احنا بنستخدم الطاقة في جسم الانسان؟ ايش بنستفيد منها الطاقة؟ ببساطة بقول لك البيو سينثيسيس، اساس انت تقدر تصنع المولكيولز داخل جسم الانسان بدك طاقة عشان تعمل هاي التفاعلات. مثلا بدك تصنع بروتين تمسك امينو اسيد وامينو اسيد تشبكهم في بعض بدك اي تي بي، بدك طاقة. بدك تصنع بولي ساكرايد جلايكوجين بدك طاقة. بدك تصنع فات بدك طاقة. هاي هي تعريف او هاي هي الاستعمالات الطاقة في جسم الانسان. اول واحد بيو سينثيسيس. الثاني استعمال الثاني اللي هو كلنا فاميليار معه هو الاكتيف ترانسبورت. تذكروا لما كنا نحكي انه عندنا قناه it works against the concentration of gradient of مثلا some ions، فتستعمل ATP احساس تطلع الايون هذا against its concentration gradient، فهذا هو الاكتيف ترانسبورت. تمام، فبنستعمل فيه برضه الطاقه. والميكانيكال ترانسبورت نفس الشيء، والهيت جسمك درجه حرارته 37 ليش؟ من خلال الطاقه اللي فيه اللي نتجت من خلال التفاعلات. هذا هو تقريبا استعمال الطاقة في جسم الإنسان في شكل عام. طيب بحكي لك types of energy in biochemical reactions، إيش هي الطاقة الموجودة في التفاعلات الكيميائية؟ نوعين kinetic و potential. الكينيتيك energy الموجودة في التفاعلات الكيميائية مثلا الإشي اللي بيختص في الموشن، تذكروا لما حكينا إنه التفاعلات الكيميائية هي عبارة عن اصطدامات between the molecules والروابط اللي بتنشأ between the molecules. مثلا ال H2O في بين كل مولكيول ومولكيول هيدروجين بوند، ومرات التفاعل بيحدث عن طريق انه مولكيول اصطدم في مولكيول ثاني فبصير عندك التفاعل. هذا هو التايب اوف انرجي اللي بنحكي عنه كاينتيك.
البوتنشال انرجي بحكي لك هي الانرجي اللي ستورد ان ذا ماتر، هي الانرجي المخزنه في الـ في الـ في المولكيول نفسه. مثال عليها الروابط H2O مرتبطه، ذره اكسجين مرتبطه مع 2 هيدروجين، شايف البوند اللي بينهم؟ هاي طاقه، هاي تسمى طاقه الوضع، هي ستورد انرجي موجوده في المولكيول نفسه، فهي انواع الطاقه الموجوده في الرياكشن. طيب نيجي للاسم الرئيسي، كل التفاعلات اللي بتصير في جسم الانسان سواء بناء، هدم، انتاج طاقه تسمى تحت مظله الميتابوليزم، كله تسمى ميتابوليزم. بحكي لك اتس ذا سم اوف اول بايوكيميكال رياكشن ان ذا ليفينج اورجانيزم، وبتنقسم لقسمين ما بتطلع عنهم. بحكي لك الميتابوليزم هو يا كتابوليزم يعني تحطيم، يا انابوليزم بناء. ومثال دائما بنحكي عن الميتابوليزم، انت جسمك بيمسك الجلوكوز، سكر الجلوكوز بيعمل له كتابوليزم على اساس يطلع منه اي تي بي، تمام؟ هي شوف كتابوليزم، فانا مسكت الاي تي بي ورحت صنعت منها مثلا بروتين، فانا عملت انابوليزم صنعت ايش؟ بروتين. فشوف ان متكاملات، كتابوليزم بحطم عشان ابني او ببني عشان احطم، هي تعريف الميتابوليزم في التو بارتس تبعونه. طيب نيجي نحكي عن purpose of metabolism. purpose of metabolism نفس purpose للانرجي تقريبا، energy generation لما مثلا امشي في الستريك اسيد سايكل والالكترون ترانسبورت تشين، فاطلع في الاخير اي تي بي، synthesis of building blocks نفس ما اصنع بروتينز، والسينثيسيس اوف مايكرو موليكيولز برضه نفس الشيء، والديجريديشن اوف بايوكيميكالز مثلا لما امسك الفات موليكيول واحطه على اساس اطلع منه طاقه، برضه هاي تعتبر من الكتابوليزم او ميتابوليزم. طيب نيجي لجسم الانسان كيف بيستعمل هذه الطاقه. مثلا احنا بنعرف انه الطاقه بتمشي بالاسلاك عن طريق الكهرباء، بتنتقل الطاقه مثلا في الجهاز المشي عن طريق الحركه، ففي انواع من الطاقه. جسمك ايش النوع اللي بيستعمل في الطاقه؟ بحكي لك جسمك ذكي بيستخدم شيء اسمه الكوبلينج، يعني بيمسك رياكشن وبيستعمل الطاقه اللي فيه وبيستعملها في رياكشن ثاني. مثال عليه برضه كلنا بنعرفه، تحلل الاي تي بي لاي دي بي، تمام، ان فوسفيت، هذا هو تفاعل بحد ذاته، تفاعل هيدروليسيس بنتج عنه طاقه. تخيل التفاعل هذا اللي نتج عنه طاقه، جسمك بيمسك الطاقه هاي وبيستخدمها في تفاعل ثاني. يعني انا بحلل الاي تي بي على اساس اقدر اخذ منها الطاقه، فامسك هاي الطاقه بعملها كوبلينج وبستعملها بتفاعل ثاني يحتاج هاي الطاقه. فها هي الطريقة اللي بيستخدم فيها جسمك الطاقة، هيك بنقول الطاقة. زي مثلا شركة الكهرباء تستخدم الأسلاك عشان تنقل الطاقة، لا، جسمك بيستخدم الكوبلينج في الرياكشن عشان ينقل الطاقة. نيجي هسه على الكونسبت اوف فري انرجي او الجيبس اكويجن. بحكي لك اني كيميكال رياكشن ليش بحدث؟ ان اوردر تو ريتش ا ستيت اوف هاير ستابيليتي، تمام؟ كل مولكيول في التفاعل بحاول يوصل للاستقرار. طيب ايش تعريف الاستقرار بالنسبه للمولكيولز؟ تعريفه انه تو هاف لو ستورد انرجي، كل مولكيول بيحاول يوصل لمرحله انه انا عندي طاقه قليله، فانا هيك اعتبر ايش؟ مستقر. هذا هو اهداف التفاعل الكيميائي لكل مولكيول. هو اصلا يعني تقدر تبني هذا الشيء على الحياه العاديه، انه اي شخص عنده طاقه عاليه بتحسه بده يشتغل، بده كذا، زي مبدا التفاعلات الكيميائيه، فبتلاقيه بس يهدى ويخلص شغله ويتعب بتلاقي انه صار ستيبل اكثر، ها رايق قاعد. فهيك يعتبر انه to have low stored energy، فبطل حرك. في نفس النظام عند المولكيولز، it has low stored energy فبطلت قادرة انها تعمل تفاعلات زيادة، تمام؟ هذا هو بشكل عام اهداف التفاعلات الكيميائية للمولكيولز. طيب احنا حكينا انه في عنا types of energy في التفاعلات الكيميائية، هسه بدنا نحكي عن 3 types، هما 2 ولكن الثالث هو مجموع 2. اول واحد الجيبس free energy، تمام، هو حكينا عنه قبل شوي اللي هو البوتنشال انرجي. الجيبس فري انرجي بحكي لك اتس ذا انرجي ستورد ان ذا سنجل مولكيول كوزد باي بوند انسايد ذا مولكيول، اللي هو انترا مولكيولر، مثل ايش؟ زي ما حكينا ال H2O الروابط بينهم تعتبر بوتنشال انرجي، فهي تعتبر ستورد انرجي، فهي جيبس فري انرجي، تمام. النوع الثاني اللي هو الانتروبي، انتروبي نفس اللي فوق اللي هو الكاينتيك انرجي. انتروبي شو بحكي لك تعريفه؟ بحكي لك انه هي الانرجي between different molecules، تمام، هي degree of randomness of this molecule caused by random motion of many molecules in the space. هسه احنا بنعرف انه المولكيولز في اي وسط بتحركوا بشكل عشوائي، والتصادمات هي تعتبر هي اللي تعمل التفاعلات الكيميائيه.
فالإنتروبي هي طاقة تصادماتها، الكينيتيك إنرجي في هذه التصادمات اللي هي الانترموليكولار فورسز، ومثال عليها الاتش بوند اللي موجودة وين؟ الموجودة بين الواتر موليكولز. هذا هو تعريف الإنتروبي. نيجي على الأخير اللي هو الإنثالبي. الإنثالبي بحكي لك هو التوتال إنرجي ستورد إن ذا سيستم، the sum of the previous energies. يعني بقول لك أنا بكل الطاقة الموجودة في السيستم سواء حركية، potential، وضع، غيره، كلها تسمى إنثالبي. فمجموع الطاقتين اللي هي الإنتروبي والجيبس فري إنرجي إيش بتعطينا؟ تعطينا إنثالبي. تمام، ممكن تسألني يا فراس طب أنا شو بستفيد من هذا الكلام؟ يعني عرفت إنه في طاقة تنتقل وكذا، أنا لما أجي أعمل التفاعل شو بستفيد من هذا الكلام؟ بقول لك ببساطة يا صاحبي، تقدر تستفيد منه عن طريق هاي الإكويجن. هم إجوا عملوا لك هاي الإكويجن، قال لك بدي الجيبس فري إنرجي، إن هذا الجزء اللي هو بستفيد منه. تمام، طيب كيف أنا بقدر الجيبس فري إنرجي أطلعه؟ قال مش حكينا إنه الإنثالبي هي مجموعة اثنين؟ فعملوا معادلة بسيطة، حكوا لك إنه لو أطرح الإنتروبي تمام من الإنثالبي بيطلع لي الجيبس فري إنرجي. طبعا هاي هي الإنتروبي، تمام هاي هي الإنتروبي، طبعا ضاربينها في درجة الحرارة ان كلفن وطارحينها من الإنثالبي. طبعا اسم ثاني للإنثالبي هو O، هو يعني الهيت اوف ذا رياكشن، برضو يسمى إنثالبي. فبس نطرحهم من بعض بيعطينا دلتا جي اللي هي جيبس فري إنرجي. طيب ايش هي جيبس فري إنرجي؟ لو نيجي للتفاعل خلينا نحكي انه A تمام زائد B تفاعلوا اعطونا AB. طيب ايش هذا التفاعل؟ كيف نقدر نطلع الجيبس فري انرجي؟ وايش هي الجيبس فري انرجي في هذا التفاعل؟ بحكي لك الدلتا جي اللي هي الجيبس فري انرجي هي عباره عن طاقه الوضع في هذول في البرودكتس تمام، مطروحه من طاقه الوضع اللي في ايش؟ في الرياكتنتس. فمثلا لو طاقه الوضع اللي في اي بي، خلينا نسمي الطاقة بالجول تمام على اساس نقدر نستوعب. هنا لما جينا فعلناهم مع بعض كانت الطاقة مثلا عندها 4 تمام، فصارت الطاقة عندها 6. لما جينا طلعنا الطاقة هان 6، الطاقة هان 4، طرحناهم من بعض 6 ناقص 4 اللي هي جي 2 ناقص جي 1 يساوي بوزيتيف 2 موجب 2. فهيك عرفنا انه A و B احتاجوا 2 جول زيادة عشان يصيروا ايش؟ عشان يصيروا AB مع بعض تفاعل كامل. فهيك عرفنا انه الطاقة هذا التفاعل هذا بيحتاج طاقة، مثلا بيحتاج انه ازيده في الطاقة على اساس ايش؟ يقدر يصير. فشوف كيف احنا عرفنا التفاعل هذا بيحتاج طاقة عشان يصير اندوثيرميك، مثلا لازم نغلي التفاعل، لازم نسوي كذا عشان يصير التفاعل. بغض النظر انه لو صار التفاعل في طريقة ثانية، مثلا انه خلينا نحكي A تمام يساوي عندنا B، هاي التفاعل هنا كان عندنا مثلا 4 وهنا صار عندنا 2، هاي جي 2 وهاي جي 1. طاقة الوضع في الأول كانت 4 جول، طاقة الوضع في الثاني كان صارت عندنا 2 جول. لما جينا نطرحهم مع بعض 2 ناقص 4 طلع لنا ماينس 2. هسه هاي الإشارات بتهمنا ماينس 2، يعني إحنا ما احتاجنا طاقة زيادة، طاقة التفاعل نفسه عملت للتفاعل فصار عندنا التفاعل spontaneous. يعني حطينا المواد مع بعض اعطيناهم نكشة التفاعل هاي فصار عندنا التفاعل على السريع، فنتج عنا منه طاقة، النواتج نقصت طاقتها. وين راحت هاي الطاقة؟ حسب قانون حفظ الطاقة، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تنتقل من مكان لآخر، فالطاقة هاي ما فنيت لأنها طاقة لا تفنى، فوين راحت؟ انتقلت للسيستم. فشوف كيف احنا هان الطاقة صارت عندنا تخرج من السيستم، طبعا تخرج بالغالب عن طريق حرارة، فما بتلاقي انه مثلا صار تفاعل كيميائي كاسة، مثلا كاسة ما يعمل تفاعل كيميائي، مسكت الكاسة، الكاسة ساخنة، ليش صارت ساخنة؟ لأن التفاعل هذا اسمه إكسوثيرميك، تمام؟ بطلع الطاقة، فلما طلع الطاقة أنا تحولت على شكل هيت، فالنواتج صارت طاقتها أقل من المتفاعلات. ها هي ببساطة الجيبس إنرجي وكيف بنستفيد منها، تمام؟ طيب خلينا نحكي بهذا الكلام حكي، ونشوف المعادلة كيف ممكن نستفيد منها. طيب بحكي لك الجيبس فري انرجي is useful in predicting that the reaction is spontaneous تمام produce energy exergonic reaction او exothermic reaction. كل هاي المصطلحات تعني انه التفاعل spontaneous طارد للطاقة، او التفاعل non spontaneous لو كانت الدلتا جي عندنا اياها positive يعني absorbs energy it's endergonic
اندوثيرميك، محتاج طاقة عشان يصير عندنا التفاعل هذا. فبحكي لك to calculate the difference between the potential energy of the reactants and the products. هذا هو our main concern في thermodynamics. برضو المعادلة هاي والدلتا جي بتفيدنا انه نعرف فرق الطاقة بين المتفاعلات والنواتج، ومن خلالها بنقرر ان التفاعل اصلا كان spontaneous، انتج طاقة، امتص طاقة ولا لا. تمام؟ طيب خلينا نشوف على الرسمات كيف ممكن هذا التفاعل يصير، وراح يفهمنا بشكل اكثر. خلينا نشوف الجراف اللي هان. الجراف اللي هان عن اندرجونيك رياكشن. اندرجونيك رياكشن، شوف هنا على الواي اكسس عندنا الفري انرجي، وهنا هي التفاعل. بحكي لك هاي الرياكتنتس بلشت في فري انرجي قليله، والبرودكتس عندنا بعد ما صار التفاعل خلال هاي العمليه كامله صارت عندنا البرودكتس طاقتها اعلى الفري انرجي. فشوف هان كيف قال لك، قال لك هي الدلتا جي، هي الدلتا جي، اطرح هاي من هاي بيطلع عندك دلتا جي، فرق الطاقه اللي انا احتجته اضيفه لهذا التفاعل عشان الرياكتنتس تصير برودكتس هان، وما الرياكتنتس هان ما بتصير برودكتس الا لما اضيف لها هاي الطاقه، يعني بتحتاج هاي الطاقه عشان يصير عندنا التفاعل. فدلتا جي هان بوزيتيف، فعرفنا ايش انها اندرجونيك رياكشن، محتاج طاقه. تمام، خلينا نقرا النقاط التاليه. بحكي لك دلتا جي از بوزيتيف، يس هذا هو خصائص الاندرجونيك رياكشن. Products are less stable than reactants. ها هاي نرجع للنقطة هذيك. The products هنا صار فيها طاقة أكثر ولا أقل؟ نعم صار فيها طاقة أكثر. فإيش تعتبر؟ It's less stable. حكينا المولكيول بصير stable لما يمتلك أقل قدر من الطاقة. هاي the products is less stable than the reactants. طيب نيجي على النقطة الثالثة. بحكي لك reaction proceeds from lower energy scale. تمام؟ To higher energy scale. Energy is added from external source. بحكي لك هاي reactants. كيف حصلت على هاي الطاقة عشان تصير البرودكت هاي؟ بحكي لك ما صارت إلا بفعل فاعل هان، يعني مستحيل التفاعل صار لحاله، يا إجا شخص أو إجا أي عامل ثاني أعطى الطاقة هاي للتفاعل، قال لك خذ هاي الطاقة اعمل لي هذا التفاعل، تمام؟ فهاي هي خاصية اندرجونيك رياكشن، بده اكسترنال انرجي، اكسترنال انرجي سورس أساسي يقدر يعمل التفاعل هذا. طيب بحكي لك رياكشن از اندرجونيك، نون فيفربل، نون سبونتينيوس. هاي اسماء ثانيه للتفاعل. بحكي لك نون فيفربل، نون سبونتينيوس، يعني مستحيل تمسك هاي المواد وتحطها مع بعضها وتتركها بدون اي طاقه خارجيه انه يصير عندنا تفاعل. لهيك بحكي لك اتس نوت فيفربل ونون سبونتينيوس، الا لو جبت طاقه فبصير التفاعل. وهاي التفاعلات غالبا الاندرجونيك رياكشن اللي هي الانابوليزم، تفاعلات البناء، يعني لما تعمل تجيب جلوكوز وجلوكوز تربطهم في بعض فتعمل عندنا بوليساكرايد، تعمل عندنا بروتين، مركبات كبيرة الحجم تحتاج طاقة عشان تعملها. هاي المركبات مستحيل تصير لحالها، لا لازم جسمك يمسك الطاقة ويصرفها فيها، مثلا يجيب ATP، يجيب تفاعلات ثانية، فمن خلالها بيقدر يبنيهم. فهي الاندرجونيك رياكشن، وهي مثال عليها بجسم الإنسان اللي هي صناعة البروتينات البيوسينثيسيس. تمام؟ نيجي على النوع الثاني اللي هو معاكس له بكل صفاته، الاكسرجونيك رياكشن. نيجي على الجراف، الواي اكسس شوف وين الرياكتنتس فيها بوتنشال انرجي عالية. نيجي على البرودكتس، شوف البرودكتس البوتنشال انرجي فيها اوطى اللي هي الفري انرجي، جيبس فري انرجي. جينا نطرحهم من بعض فطلعت ان ايش؟ دلتا جي سالب. فاول خاصيه ان دلتا جي في الاكسرجونيك رياكشن سالب. طيب هل البرودكت ستي مور ستيبل ذان الرياكتنت؟ يس اتس مور ستيبل. ليش؟ لانها ات هاز لور فري انرجي، الانرجي فيها قليله. فبحكي لك انا يا عمي مور ستيبل ذان ذا رياكتنتس. طيب نيجي على الرياكشن بروسيدز فروم هاير انرجي سكيلز تو لور انرجي سكيل، وبحكي لك الانرجي از ريليزد، يعني بهذا التفاعل لو حطيت هاي المواد مع بعض وشغلت التفاعل عليهم بتلاقي انه الطاقه زادت عندي، ما احتجت اكسترنال سورس اني اضيف عليه طاقه، لا فجاه صارت عندي طاقه، مثلا الكاسه صارت حاميه، التفاعل صار طلع عندي بخار صار يغلي، انتجت كهرباء مثلا من هذا التفاعل، فصار طارد للطاقه، بدي يخلص من الطاقه الزياده هاي وخلص طلع لي برودكت ستيبل الطاقه فيها قليله. أسماء الثانية يا اكسرجونيك رياكشن يا فيفربل رياكشن يا سبونتينيوس. سبونتينيوس انه يترك المواد مع بعضها. طبعا ما فيش أي تفاعل كيميائي بيصير لحاله، لازم تعطيه النكشة هذه انه تبين انه يبلش التفاعل. فبحكي لك سبونتينيوس رياكشن، لما بحكي لك سبونتينيوس لا تاخذها بشكل حرفي انه حط التفاعلات مع بعض وخلص بلش الطاقة، لا. في بارير لازم تتخطاه عشان يبلش التفاعل، لكن البارير في سبونتينيوس انرجي في سبونتينيوس رياكشنز قليل، يعني جدا واطي، يمكن مثلا مثال يكون شراره بالتفاعل فيولع عندك التفاعل كامل، فهمت كيف؟ فهو اكسرجونيك رياكشن طارد الطاقه، مثال على الكتابوليزم، هو المثال المشهور جدا اللي هو الهيدروليسيز للاي تي بي، اول ما يصير عندنا هيدروليسيز للاي تي بي تتحول لاي دي بي ان فوسفيت جروب،
بتلاقي انه صار لنا طاقة عظيمة بيستخدمها الجسم في رياكشنز ثانيات اللي هو الانابوليزم. تمام. طيب نيجي على النقاط اللي تحتيها، بحكي لك دو spontaneous reaction occur spontaneously. هنا بدك تحكي انه لا، ما في رياكشن بحدث لحاله، كل رياكشن بده شيء اسمه activation energy عشان يصير التفاعل. هاي هي الاكتيفيشن انرجي. شوف تفضل، هاي شايف، هاي البسيطة، وشايف هاي تسمى الاكتيفيشن انرجي. بدك تمسك المتفاعلات تعطيها شوية طاقة عشان ايش؟ يبدأ التفاعل فيصير عندك البرودكتس. وبرضه هان في الاندرجونيك رياكشن بدك تمسك الرياكتنس تعطيها طاقة عشان توصل الاكتيفيشن انرجي. هاي الاكتيفيشن انرجي اللي هي اي، رمزها انا اي. فاول ما توصل الاكتيفيشن انرجي طب بصير عندنا البرودكتس. ولاحظ عندي هان انه الاكتيفيشن انرجي في الاكسرجونيك رياكشن، شوف ما اصغرها، قليلة جدا، بتوصلها على السريع. على عكس الاكتيفيشن انرجي الموجوده في الاندرجونيك رياكشن، شوف بدك تعطي طاقه عظيمه عشان تقدر توصل الاكتيفيشن انرجي في سرعه البرودكت. فما في تفاعل ما بحتاج اكتيفيشن انرجي، لما اسمها اكتيفيشن انرجي. فسبونتينيوس رياكشن دو نوت اوكر سبونتينيوسلي بات ايزلي، يعني ما بحتاج طاقه عظيمه. بحكي لك اور بيريود تو ستارت ذا رياكشن ذا اكتيفيشن انرجي which can be decreased by enzyme. الانزيمات اصلا وظيفتها انا بحكي لك قدام كيف بتقلل الاكتيفيشن، عندي اكتيفيشن انرجي فبصير عندي التفاعل بشكل اسرع. طيب بحكي هنا وات ايفر ذا باث واي وي يوز ان ذا رياكشن، دلتا جي ديبندز اونلي اون ذا انيشال ستيت اند ذا فاينل ستيت اوف ذا بايوكيميكال باث واي. بحكي لك بغض النظر كيف الطريقه اللي بمشي فيها في التفاعل، بالاخير بهمني النواتج والمتفاعلات اطرحهم من بعض فيطلع عندي دلتا جي. فسواء مشيت تذكروا الالكترون ترانسبورت تشين والجلوكوز كيف بيصير له هيدروليسيس. الجلوكوز بيمشي على سيتريك اسيد سايكل، السيتريك اسيد سايكل مثلا الجلوكوز بيصير له جلايكولوسيس، الجلايكولوسيس سيتريك اسيد سايكل، السيتريك اسيد سايكل بده يصير له على الجلوكوز ترانسبورت تشين الكترون ترانسبورت تشين، بعدها بده يتحول عندنا لاي تي بي. شوفوا هاي الطريقه الطويله مثلا بتطلع لنا 660 اتوقع كيلو جول او شيء زي هيك، ب 660 جول بتطلع عليها كميه الطاقه بغض النظر عن كميتها. شوف طريقه التفاعل، نفس التفاعل لو عملته بالمختبر بدون انزيمات بدون هاي القصه كلها، اعطيت طاقه وعملت التفاعل حللت الجلوكوز راح يعطيني نفس الطاقه. بس شوفوا هان الباث واي، هان الباث واي اختلف عن الباث واي الثاني بس انتج لي نفس الطاقه. فبهمني زي ما حكينا الدلتا جي بهمنا طاقه المتفاعلات وطاقه النواتج، اطرحها من بعض وبطلع عندي الكميه. وهي مثال بسيط عليها هان، شوف هان A لB لسي، تمام، انزيم 1 انزيم 2 انزيم 3. فطلعنا مثلا طاقة الوضع حان وطاقة الوضع حان وطاقة الوضع حان وطاقة الوضع حان، لما طرحناهم من بعض طلع عندنا نفسها طاقة الوضع اللي هي لما حولنا من A ل C. هيها فها هي الفكرة في الدلتا جي، فقط بهمنا رياكتنتس والبرودكتس، طرحهم من بعض بطلع عندك الناتج. طيب نيجي هسه لدلتا جي measures the bond energy within any material so it should be affected by concentration. بحكي لك انه دلتا جي برضه it affected by concentration. مثلا اذا فعلت جلوكوز 1 جلوكوز مولكيول، تمام، راح يعطيني دلتا جي معينه. بس لو فعلت 2 جلوكوز مولكيول راح يعطيني دبل دلتا جي، لانه دلتا جي هي عباره عن روابط، فانا كل ما زدت الروابط راح تزيد عندي كميه الدلتا جي سواء كانت بوزيتيف او نيجاتيف. بقول لك if you calculate delta G، هي حكيناها for step of the reaction راح تطلع نفس الشيء. طيب delta G إذا كانت negative يعني spontaneous reaction، فيعني reaction will proceed forward. إذا delta G is positive، تمام، فالreaction بده يكون إيش؟ backward، بكون بده طاقة. ويعني مثال تقدر تعرف مثلا إذا كان spontaneous reaction بدي أحولها إلي إلى product B مثلا طاقته قليلة، تمام، فتخيل إني بدي أعمل product B هذا أرجعه لإيه؟ شو اللي فرق بي عن ايه؟ طاقة، فبعطيه نفس الطاقة اللي خسرها، فبصير لنا بوزيتيف دلتا جي، فبروح الرياكشن ريفرس، بصير لنا باكورد رياكشن، فهمتوا كيف؟ فهي الكونسيبت الطاقة، انه هل انا فقدت طاقة؟ طب كيف ممكن ارجع له الستيت كتبت القليلة؟ ارجع له طاقته فقط، اول ما ترجع له طاقته بصير دلتا جي بوزيتيف، فبصير ريفرسبل رياكشن، فبترجع بي لايه؟ بس هاي هي كل القصة. لما يوصل الجسم للإكوليبريم اللي هي راح نحكي عنها بعدين، حالة الاتزان، انه النواتج نفس الكمية بتخرج عنا والبرودكتس بتعطينا نفس الرياكتنس، فالدلتا جي هنا وقتها زيرو.
واصلا ما في عندك دلتا جي في جسم الانسان مستحيل يكون في equilibrium state لانك راح تموت. دلتا جي عندك مش زيرو. هسه بنتطرق لموضوع الاكوليبريم. نيجي هسه للديفرنت تيرمز للجيبس انرجي. اول واحد هو الدلتا جي العادي، وهو اللي بنعرف هو الديفرنس في الفري انرجي بتوين ذا برودكتس اند رياكتنتس، واذا كان بوزيتيف يعني الرياكشن اندرجونيك رياكشن نون سبونتينيوس، واذا كان نيجاتيف يعني الرياكشن سبونتينيوس اكسرجونيك رياكشن طارد للطاقه. وهو اللي بيحدد الفيزيبيليتي اوف ذا رياكشن، انه هذا التفاعل محتاج انا اعطي طاقه ولا مش محتاج اعطي طاقه كبيره. فهذا هو الدلتا جي في شكل عام. عندنا النوع الثاني هو ستاندرد دلتا جي، ومن اسمه ستاندردز بده ستاندرد كونديشنز عشان تقدر تطلع القيمه هاي، اللي هو يكون الضغط عندي 1 اتموسفيريك بريشر، الكونسنتريشن 1 مول، البي اتش 7، هاي تكون الستاندردز كلها نفس الشيء. فليش عملوا هاي الدلتا جي ستاندرد؟ بحكي لك انه الدلتا جي ستاندردز لاي تفاعل بعتبر انه كونستنت، اذا حطيت هاي الكونديشنز ثبت كل شيء بياثر على الدلتا جي، مثلا البريشر البي اتش كلها اشياء بتاثر على الدلتا جي. ولكن لو انا ثبتها واشتغلت على التفاعل نفسه كتفاعل بدون ما العب في الكونسنتريشنز واي شيء ثاني، بيطلع عندي شيء ستاندرد فبقدر ارجع له لكل التفاعلات. تمام، هاي هي الدلتا جي. الدلتا جي ستاندرد. الدلتا جي العاديه هي اللي في جسم الانسان واللي اصلا بنستعملها عشان نحدد اي تفاعل، واللي هي اصلا من خلالها نعرف ان التفاعل سبونتينيوس ولا لا. الدلتا جي ستاندرد ما بتحكي ان التفاعل سبونتينيوس ولا لا. ليش؟ لانها بتحدث في ستاندرد كونديشن، واحنا اصلا بدنا فيسيولوجيك كونديشن. الفيزيولوجيك كونديشن هي الدلتا جي العاديه اللي بتحدث في بريشر تبع الجسم، في البي اتش تبعت الجسم المتغيره، فهي هي اللي بتقرر عن الدلتا جي. هاي عم بحكي لك for specific reaction delta G standard is constant. تمام، because the condition are constant. however the delta G for specific reaction can be multiple values depending on the condition surrounding the reaction system. يعني delta G الثانية هي multiple values لل same reaction، مثل H2O تحولت ل hydrogen and oxygen. الدلتا جي تبعتها راح تظلها مختلفة على طول الوقت. ليش؟ it depends on the ايش conditions حواليها. عندك البي اتش هنا كانت 7، هناك صارت 5.5، هنا الكونسنتريشن كان كذا، في التفاعل الثاني كان كونسنتريشن شيء ثاني، فاكيد تختلف. ولكن الدلتا جي ستاندردز لتفاعل H2O هان وتفاعل H2O منطقه ثانيه نفس الشيء. ليش؟ لانه عندك ذا سيم كونديشن، البريشر نفس الشيء، الكونسنتريشن نفس الشيء، البي اتش نفس الشيء، فطبيعي جدا يطلع عندك نفس النتيجه. فهمتوا كيف الفرق بيناتهم؟ هاي ستاندرد كونديشن، هاي بحكي لك انه الكونديشنز ار تشينجينج فبتطلع فاليبل. طيب نيجي على المصطلح اللي بعديه او الموضوع الثاني اللي هو الاكوليبريم. الاكوليبريم من اسمه هو الاتزان في التفاعل. اتوقع كلنا بنعرف الاتزان في التفاعل، اللي تعريفه بشكل بسيط قبل ما نبدا انه مثلا ايه عندنا ايه تحول لبي، تمام، بي في نفس التفاعل صار يتحول لايه، فمجرد ما ايه تحول لبي في مثلا A تحول في سرعة معينة، تمام، في ريت معين، و B صار يتحول ل A في ريت معين، وثبت الريت هذا بطل يتغير أي شيء. مثلا A كانت مثلا 2 مول صارت 1 مول، و B صارت يعني من صفر صارت نص مول، بطلت تتغير. فالتفاعل صار عندنا الريت متساوي، A تنتج B في ريت معين ريت ثابت، و B صارت تنتج A في ريت ثابت. فهيك صار عندنا شيء اسمه equilibrium، اتزان في التفاعل. وهي زي الرسمة احكي لك the rate for forward reaction is equal to the rate for the reverse reaction. فمجرد ما صار الريت هان equal، انا بنتج B في ريت معين و A بتنتج و B بنتج لي A في ريت معين، فخلص ثبت التفاعل. الكونسنتريشن ثبت، ها لاحظ ثبت الكونسنتريشن ما صار متساوي. هسه بنتطرق لهي النقطة. بحكي لك equilibrium is the rate of the converting the reactants into ايش into products equals the rate of converting the products into the reactants. نفس الشيء، انه الريت اللي كنت بطلع منه البرودكت صار نفس الريت اللي بطلع منه الرياكتنتس، فثبت عندي فصار عندنا equilibrium. بحكي لك at equilibrium the concentrations do not change at all، ماشي، بس الريت are equal. بحكي لك concentration ثبت عندنا. كيف تعرف انه صار عندنا في التفاعل هذا معين صار عندنا equilibrium؟ الكونسنتريشن فجأة ثبتت، الرياكتنتس الكونسنتريشن تبعها بطل يقل والبرودكتس بطل يزيد، ثبت الكونسنتريشن. وقتها بتعرف انه الريتس صاروا ايكوال
والكونسنتريشن صاروا كونستانت مش ايكوال، ها كونسنتريشنز صارن كونستانت والريت صار ايكوال. طيب بحكي لك at equilibrium the delta G for the reaction equals zero. طبيعي خلص الرياكشن توقف، الرياكشن هو مش توقف 100%، يعني غلط تحكي انه توقف، ولكن بطل في عندنا تغير في الطاقة، نفس الريت رايح نفس الريت جاي، ما فيش عندنا التفاعل اللي مثلا خلينا نقول انه A صارت تتحول ل B فتفقد 2 جول، تمام؟ ف B صار يتحول ل A بده 2 جول، فنفس الطاقة المفقودة صار يمتصها B عشان يطلع A، فهمتوا كيف؟ فإذا ثبت الريت عندنا فخلص دلتا جي صارت صفر، بطل في عندي طاقة زيادة، كل الطاقة تستهلك في التفاعل قاعدة. طيب نيجي بحكي لك equilibrium is dynamic reaction so the reactions are happening at the same rate. إذا حكى لك equilibrium and the reaction stopped قول له وقف عندك، الرياكشن ما وقف، الرياكشن للآن بحدث ولكن بحدث في نفس الوقت وفي نفس الريت، فأنت ما بتشعر أن التفاعل قاعد بحدث ولكن هو فعليا A قاعد بتحول ل B و B قاعد بتحول ل A ولكن in the same rate، فما بتشعر في أنه قاعد بتغير في المركب عندك، ولكن هو دايناميك بحدث مش موقف. طيب بحكي لك دلتا جي هان the tendency of the reaction to proceed toward equilibrium. دلتا جي برضو مرات بتعطينا انه متى الرياكشن proceed toward equilibrium، لما تشوف الدلتا جي بلشت تطلع لنا توب 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 لما صارت صفر، فبتعرف انه دلتا جي هان صارت صفر، فالرياكشن انه وصل للإكوليبريم ستيت، تمام؟ طيب بحكي لك because the concentration are not changing. ها concentrations هاي ملاحظة رح أكررها ألف مرة، concentrations في الإكوليبريم are constant not equal، مرات بصيروا equal بس بغض النظر هما الإشي الدائم constant. بحكي لك because the concentration are not changing then we calculate for any static state that we call a constant، تمام؟ لأنه concentration اللي ما بتغيرن، فبدي أطلع لكل تفاعل شو اسمه equilibrium constant، بأنه هذا الإشي ما رح يتغير عندي مع الوقت، تمام؟ فعملوا لكل تفاعل constant وسموه equilibrium constant. ايش هو equilibrium constant؟ هو عبارة ايش عن products divided by the concentration of the reactant، جابوا products concentration تبعهم على concentration للreactant، وكل تفاعل هذا الاشي بده يكون عنده ايش ثابت، قيمة ثابتة اثناء الاتزان، تمام؟ هذا هو ببساطة equilibrium constant، ومن خلاله يعني كانوا بيستفيدوا من خلال بيستخدموا الإكوليبريم كونستانت في قوانين ثانية، طبعا رح نتطرق عنها في المحاضرة الجاية، ولكن في قانون ثاني طلعوه عشان تقدر تطلع من خلاله دلتا جي باستخدام ايش؟ باستخدام دلتا جي ستاندرد. فقال لك دلتا جي يساوي دلتا جي ستاندرد زائد الار تي اللي هو الارت كونستانت والتي تمبرتشر واللوغاريثم للبرودكت على الرياكتنت، ومن خلال تقدر تطلع دلتا جي. هذا هو ببساطة القانون. بحكي لك إذا البرودكتس كانت more than the reactants الراتيو هان بده يكون واحد أعلى من واحد، وإذا الرياكتنس أعلى من البرودكتس بده يكون إيش الراتيو هان أقل من واحد، وإذا إيكوال بده يكون واحد، تمام؟ فهي بكل بساطة المعادلة الثانية، وهي هي يعني مواضيع محاضرتنا اليوم جدا بسيطة، هي أساسيات فقط بس بدك تحاول تستوعبها عشان المحاضرة الثانية نقدر نخلص البيو إنرجيتكس ونفوت فيه بشكل أدق. يلا يعطيك العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.